من بوابة مشاركة حزب الله في القتال ضد إسرائيل ظهرت مجدداً الجماعة الإسلامية ذراع الإخوان في لبنان. قوات الفجر هي الجناح المسلح للجماعة، فقد شنت عدة هجمات على إسرائيل منذ هجوم حماس المباغث في 7 أكتوبر الماضي وما أعقبه من حرب إسرائيلية. تأسست الجماعة الإسلامية عام 1964، أما جناحها العسكري قوات الفجر فتأسس عام 1982، ويمثلها النائب عماد الحوت في مجلس النواب المكون من 128 مقعداً. الجماعة ذات أيديولوجية إخوانية وتنسق أعمالها مع حماس، وهذا ما أقر به أمينها العام محمد طقوش في مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس، قال فيها إن مجموعته تنسق بصورة وثيقة مع حزب الله ومع الفرع اللبناني لحركة حماس. أهمية الجماعة لا تأتي من قدراتها العسكرية، بل من أنها تشكل غطاءً للهجمات التي لا يريد حزب الله أو حماس الاعتراف بها، بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. بعد مقتل القيادي في حماس صالح العاروري مطلع العام الجاري بغارة إسرائيلية في بيروت، قالت الجماعة إن العاروري كان قائداً لكل من قوات الفجر وكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس. المعهد الأمريكي حذر من أن اكتساب حركة حماس قوة أكبر وهيمنة سياسية على جماعة الإخوان اللبنانية يمكن أن يساعد حزب الله على التغلغل أكثر داخل المجتمع السني في البلاد.